فاذا تاثير الهويه على السلوك لو سالتك انه ممكن تعطينا بعض الايات اللي هي توضح الفكره اكثر شو انواع السلوك اللي انا الله بيتوقعه مني ده, ده دي, 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 نقطة حلوة قوي اللي حضرتك أثرتها م. لأنه هقول حاجة يمكن ناس كتير أنا بالنسبة لي كنت بعاني منها م. لأن جاي من خلفية كده كل طريقة تفكيري أنا بحاول أرضي الرب إزاي لكن لما شفت الحق اللي في الكتاب قراية الكلمة مختلفة كتير قوي من م. المشاهدين ممكن أو من المؤمنين حتى لما يقروا مثلا معروف أنه في العهد القديم وفي الأناجيل اللي بنشوف فيها أعمال يسوع م. وبنشوف فيه الرسائل رسائل بولس مليانة كده وصايا وزي السلوك في الكنيسة وسلوك يوم. المؤمنين فكتير ممكن نقرا الايات ديت على اساس انه دي وصايا المفروض دي مؤمن تعمل ايه والمفروض دي مؤمن تعمل م. ايه حد مثل زي ما حضرتك تفضلت كده من مثلا في رسالة أفسس لو نقرأ كده رسالة أفسس والإصحاح الخامس من العدد الأول بولس بيحس المؤمنين بيقول فكونوا متمثلين بالله كأولاد أحباء واسلكوا في المحبة كما أحبنا المسيح وأسلم نفسه وأما الزنا وكل نجاسة أو طمع فلا يسمى بينكم كما يليق بالقديسين ولا القباحة ولا كلام السفاهة كل الوصايا دي ازاي السلوك زي ما تفضلت وقلت كده والهزل لا تليق بل بالحريب بالشكر. وزي إنه ما ينفعش إنه زاني أو نجس أو طماع إنه يرث ملكوت الله. كلها سلوكيات عن النجاسة والمحبة والحاجات زي كده. أنا زمان ح... أنا هتكلم عن نفسي بس أنا متأكد إنه في ناس كتيرة بتفكر زي كده، كنت أقرأ الكلام ده يا رب اديني إنه باسم يسوع ما أقعش في النجاسة والزنا، يا رب اديني أسلك بالمحبة، أنت وصيتك عايزني إن أنا أسلك في المحبة ديت فأنا هحاول بكل طاقتي إن أنا أعمل كده. ممكن أقرأ الآيات دي بطريقة دي، لكن الآية دي مش بتقول كده. أنا عارف إن ده ممكن يصعق ناس بتسمعني. دي الآيات دي بتقول إيه؟ كتير قوي بنسيب الآية الأولى. المفتاح م. فكونوا متمثلين باولاد الله كاولاد احباء بدايه بولس بيعمل ايه بيقول لان انتوا لان انتوا متمثلين بالله هويتكو في الله ولان انتوا اولاد ولان انتوا احباء ثلاث حاجات خصائص في الهويه م. من منطلق الارضيه ديت لانكم أنتو دي هويتكم فلابد ان ده اللي يطلع منكم ناس كتيره بتحاول بقى العكس او تخطي عادي النقطه دي المفتاح للايات دي عشان عايشه انا عايز اشجعك عزيزي المشاهد لو انت بتصارع انك تحاول توقف النجاسه تقف قدام الزنا بقالك تقول انا حاولت وخليت ناس تصلي لي وصمت وحاولت بكل كل, كل اللي اتقال لي عليه اعمله وسمعت وعظات كتيره المفروض ما تعملش كده وانا عارف يا أسيس ان المفروض ما اعملش كده بس مش لاقي نفسه مش قادر ان انا اقع آه كده اقول لك مفتاح اساسي يا اخ النزار إنه الشخص ده غالبا بيبقى شايف نفسه انه شخص خاطي تلاقي إي 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 لغه مؤمنين كتيره في كنايس كتيره كده بس انا الخاطي yeah. انا التعبان انا البائس وكده م. صح ده ده كان مضيق بس ما ينفعش ان الشخص قبل الرب يسوع يفضل يقول على نفسه كده م. لا انا المفروض اتكلم بكلمات الحياه عن هويتي مم. أنا بقيت في المسيح yeah. خليقة جديدة أنا بقيت ابن أنا متمثل بالله أنا محبوب لما مم. أتكلم بده تقولي لا 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 ربنا يحمينا من الكبرياء وليه أشوف نفسي بالطريقة دي أقولك ده كبرياء لو كنت أنت شايف ان ده انت بنفسك ده في الواقع الناس اللي بتحاول تعمل كده ده هو ده قمه الكبرياء م. لانك انت بتحاول بعضلاتك انك تصير م. مكانه روحيه معينه لكن الاتضاع الحقيقي تقول انا انا خاطئ انا م. ولا حاجه لكن بقبل بالنعمه الهويه اللي الرب عملها في اللي اداني هديه م. في الصليب الخليقه الجديده وبفتح الباب يا رب انت عندك الجرين لايت انت عندك النور الاخضر انت من خلالي اعمل بقى بيا وقف النجاسه اعمل م. كل حاجه ال مفتاح الاساسي في الانتصار على الخطيه اخ النزار هو ان انا اشوف نفسي ان انا ابن الله. انا عملت على فكره في وقت لما النقطه حبيب دي حبيب احب اه وان انا محبوب جدا يعني. كل ما اشوف ان انا محبوب واتغذى زي ما المزمور كده موسى كان بيقول في مزمور 90 انه إيه 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 كل يوم يا رب لما بصحى كده اشبعني بالغداه من رحمتك يعني إيه إيه حضرتك تعرف العبري أكتر مم. رحمتك دي الخسد اللي فيها كمان مم. المحبه اللي فيها العهد كده اللافينغ بتاع ربنا يعني. فانا لما بشبع بحب وان انا محبوب جدا بلاقي وجع كل يوم الاقي انه خلاص انا منتصر على الخطيه والايات اللي بيقول كده يعظم انتصارنا بالذي احبنا وانه انا منتصر على الضعف والخطيه دي ما بقتش شعارات بقولها دي بقت حياه طبيعيه وببساطه وبسهوله جدا اخ نزار مم.